السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم مقدمة عن الماجيك كاد. برنامج الماجيك كاد من البرامج القوية جدا في الجزء الخاص بالكهروميكانيكال، يعني الناس اللي شغالة ميكانيكا أو بلومنج أو تكييف أو إلكتريكال كهرباء هيبقى مبسوط جدا بالبرنامج دوت وهيدعيلنا إن شاء الله. هو موجود منه 3 نسخ، ماجيك كاد لوحده بتسطبه وتشتغل لوحده، أو موجود ماجيك كاد بيسطب على أوتوكاد، أو موجود ماجيك كاد بيسطب على الريفت. طبعا بيبقى أقواهم اللي بيبقى مسطب على الريفت، بيستفاد من قوة الريفت وقوة البارامتر وقوة البيم اللي موجودة جواه. فهنبدأ نشوف البرنامج دوت. أنا اشتغلت عليه سنة 2008 تقريبا، وعملت مشروع مستشفى بيه، وعملت كتاب بشرح فيه الماجيك كاد وبعته للشركة في فنلندا، فردوا عليا قالوا لي احنا ما نعرفش ان في حد في الشرق الأوسط أو في البلاد العربية مهتم بالموضوع، فده هيساعدنا ان احنا نحاول ندخل المجال. وهو صراحة من شغلي معاه تحفة، يعني ظريف جدا وما شاء الله عليه كويس. يمكن هو بس اللي هيواجهك ان انت تدور على الكراك والباسورد والحاجات ديت، واتمنى لك توفيق في موقع التورنت بإذن الله، لان ما اقدرش ابعت حاجة زي كده. لو بعت الشركة وقلت لهم ان انت بتحضر ماجستير او دكتوراه وكون صادق ممكن يساعدوك ويدوك نسخة تجريبية. طيب خلينا اول ما نسطب الماجيك كاد بيظهر معايا قوائم كتيرة. اقول له ماجيك كاد كومن، واقول له داتا ست، اقول له انا عايز داتا ست جديدة، تمام، وهقول له انا عايز اختار كوب ست معينة او عايز افتح سيليك داتا ست، ممكن تعمل واحدة جديدة. طيب هتختار بقى منين؟ من السي بروجرام داتا الماجيك كاد 2016، وبعد كده هتدخل الفولدر اسمه داتا سيت كومن، وهتلاقي الداتا سيت الموجودة هتعلم عليها وتقول له اوبن، كده هيفتح لك الداتا سيت ديت زي قاعدة بيانات كده تكون موجودة. طيب بعد كده لما تيجي تشتغل في الريموتس هتيجي هنا في سامبل مانجمنت وتقول له سامبل كونفرتر او مانيج، وتختار الملف وتقول له انا عايز من هنا اهو. ده لو انت عايز 2D الرموز، فدي رموز لاكثر من السنغافوري والروسي والسويدي والاماراتي، فيبدا ياخد لك الرموز. يعني لما تيجي تحط مثلا مفتاح بتاع كهرباء ياخد الرمز اللي هو مستخدم عاده في البلد دي. دي طريقه بسيطه بحيث ان انت تبدا تعرف او تبدا تجهز الملف للشغل، واهم من الشغل تظبيط الشغل. استنونا على قناة بيم أريبيا، شارك على القناة، شير للقناة، شير للفيديو اللي يعجبك، وإن شاء الله نكمل سريعا شرح الماجيك كاد ويعجبكم بإذن الله.